سبق أن تزوجت بواحدة من أقاربي وقام والدها بزواج الشقيقة بالبدل، فهل يجوز هذا الزواج مع العلم بأن كل واحدة لها مهر من النقود وناقة من الإبل؟ أفيدوني، هل هذا الزواج صحيح بهذا الشكل أم أنه زواج شغار؟ جزاكم الله خير الجزاء. إذا كان هذا الزواج بالمهر لكل واحدة، مهر المثل لكل واحدة، ولم تظلم شيئا من حقها، وكان ذلك برضاها واختيارها، كل واحدة رضيت الزوج الآخر ولم تكره على ذلك، فهذا النكاح صحيح لا غبار عليه. أما إذا كان هذا الزواج والبدل بدون رضا المرأتين، أو كان فيه هضم لحق المرأة بنقص من مهرها أو بدون مهر، فهذا هو نكاح الشغار ولا يجوز. نعم.